وتأتي الانتفاضة الشعبية مع استعداد الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران الأسبوع المقبل، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأثار ذلك المخاوف من تعرض إيران لمعاناة اقتصادية طويلة ومزيد من الاضطرابات المدنية في البلاد التي تعاني من جراء سياسة نظام ولاية الفقيه القائمة على هدر الموارد الوطنية لتحقيق أجنداته الخبيثة. وهبط الريال الإيراني لمستويات جديدة الاثنين الماضي متجاوزا 120 ألف ريال للدولار، مع تأهب النظام الإيراني لإعادة الولايات المتحدة فرض أول دفعة من العقوبات الاقتصادية.